في البومين، بالظبط. في البوم دلوقتي انا شغال عليه، الالبوم التاني لسه هي بتجهز له، فهي عندها معلومات اكتر مني. الالبوم الاولاني انا يعني طبعا طبعا من زمان وانا نفسي جدا اكون انا ولينا نشتغل، وعرفت منها ان هي كمان كان نفسها من زمان، فاحنا جت اللحظه الحقيقيه. يعني اشتغلنا في كذا بروجكت قبل كده، بس ده اول بروجكت حقيقي كبير يجمعنا ببعض. اللي حصل في الالبوم ده ان احنا اتكلمنا ازاي يبقى فيك ايه الكونسبت اللي عايزين نشتغل بيه على فكره الالبوم. لقينا ان افضل حاجه احنا بنتكلم على فكره البعد باي شكل، البعد باي شكل، ده شيء بيمسنا كلنا اكيد، كلنا عندنا حاجه ليها علاقه بالبعد بتاثر فينا. فالالبوم كله بيتكلم عن البعد، البعد ده بقى باشكال وانماط موسيقيه وكلام كتير والحان كتير وافكار مختلفه جدا. يعني المختلف الحقيقي اللي احنا نضمنه ان مفيش اغنيه شبه التانية، يعني في التوزيع والستايل وكل حاجه، في قمه الداركنس وقمه البرايتنس وقمه الحاجات الايموشنال، قمه الحاجات الجازي، مفيش حاجه شبه التانية. مناسب للشتاء والاجواء، لا ومناسب للاجواء العامه اللي احنا بنعاني بيها. احنا برضو ممكن نكون شويه الاحداث صعبه اللي بتحصل حوالينا طول الوقت، بنسمع حاجات صعبه واحنا دايما مبسوطين، يعني مش مبسوطين باللي بيحصل، بس احنا دايما طول الوقت بنحاول نكون بوزيتيف. فاحنا بنناقش كل الحاجات دي، وده احساس العام بتاع فكره الالبوم. هو كم اغنيه؟ حتى الان بنشتغل على 5 اغاني. اغنيه، اول اغنيه اشتغلناها اسمها غريب، هي دي تمت خلاص، لسه ما اعلنش عنها، ولكن هتتغنى، ودي كانت فكره جريئه مننا ان احنا الاغنيه لسه بتنزل وتنزل في الحفله في الكونسرت نفسه، فده قرار جريء من ناحية الاثنين حقيقه.